وحساب مها. هي مها كمان ليها حساب؟ طبعا مها ليها حساب، وحسابها تقيل قوي كمان. ياه، يعني ليها حساب وحساب تقيل؟ الحكايه دي بقى عايزه قاعده، وانا لسه جاي من السفر وعندي حاجات كتير قوي اعملها، بس اول حاجه عملتها جيت اطمن عليكي. وانت كده اطمنت عليا؟ طبعا الحمد لله، ده انت زي القمر اهو. عينيك اللي زي القمر. بس مش هينفع تطمن عليا الا في بيتي. حاضر، انت بس تقومي كده بالسلامه وانا حاجه اطمن عليك في بيتك. استنياك. هتوحشني، هتوحشني لغايه ما تيجي تطمن عليا. سالم، خلي بالك من نفسك. هو ايه حكايته بالظبط؟ هو يعمل عملته ويهرب؟ ايه اللي خلاكوا تسافروا مصر قبل ما ارجع بس يا ابو العز؟ بلا شغل بلا زفت. انت فاهم يعني انكم لما تسافروا مصر يبقى اسمكم بعدتوا؟ واقعد انا هنا بقى اعدادي واطبطب على الناس واقلل من قيمتي. عموما انا جاي لكم مصر بنفسي. خلاص، شوف بقى مع حسون هنتقابل في المعرض ولا هنتقابل عندك في البيت. يلا سلام. باسم، باسم انت هنا؟ باسم، باسم راح فين ده؟ باسم، ما تيجي تمرني معانا؟ لا ما ينفعش، انا بشتغل هنا. طب انا كمان بشتغل هنا. Keep on going. هاي سالي. سماح، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله. انا اول مرة اشوفك، ما شفتكيش قبل كده. وانا كمان. انا متعينة هنا بقالي يومين بس. انت منين؟ انا مش معلقة. ايه ده، احنا طلعنا بحروية زي بعض. انا من اسكندرية، من منطقة اسمها كليوباترا، سمعتي عنها قبل كده؟ الحقيقة ما رحتش اسكندرية قبل كده. ايه ده انت بتهزري؟ ده انت فاتك نص عمرك. بس عموما ما تقلقيش، انا مصوراها حته حته، واكيد احنا الاثنين في غربه، انا هيبقى عندنا وقت كتير قوي نقعد مع بعض ونرغي براحتنا. انت اوضه رقم كام؟ ولا مش عايزاها نبقى اصحاب؟ لا ابدا، 108. 108؟ ايه ده انت كمان قريبه مني، انا 117. طب اسمعي، احنا لازم نشرب شاي مع بعض النهارده، ايه رايك؟ ان شاء الله اكيد بعد اذنك. هستناكي. ها؟ اوكي. ايه اللي انت حبيبته ده؟ خير يا فندم. ازاي تتخطاني وتروح تبلغ سالم بايه؟ باللي انت عملته في باسم. انا ما كانش قصدي والله. سيادتك قلت لي ان دي اوامر سالم بيه، ولما سالني وانا عنده في الفيلا ايه الاخبار؟ افتكرته بيسالني على موضوع باسم، فطمنته، ادي الحكايه. طمنته؟ ولا حبيت تاخد بنت على حسابي عنده؟ يا فندم هو حضرتك على طول ظالمني كده؟ طب والله قلتها له بحسن نية. حسن نية؟ ماشي. عموما دي اخر مره تتصرف فيها من دماغك. خد. ايه ده يا فندم؟ دي مكافاه عملها لك سالم بيه بعد الدور اللي انا شرحته اللي انت قمت بيه في عمليه باسم. ربنا يخليك لينا يا باشا، بس ده كتير قوي يا فندم. ولو فتحت مخك معايا هتشوف اكتر من كده بكتير. ربنا ما يحرمني من حنيتك يا باشا. استاذنك بس يا فندم. اتفضل. الو. ايوه هانم. تليفونه مقفول من الصبح ومش عارفه اوصله. جايز نايم سيادتك. انا رحت الفيلا بنفسي وناديت عليه ومحدش رد. يمكن نومه تقيل. ولا زود في الشرب، انا بسال. شرب ايه؟ هو ساعتك ما تعرفيش؟ ما تنطق يا سيد، في ايه؟ اصل من يومين يا فندم شفت راجل لبش كده جايب لباسم بيه حشيش. انا في الاول سعادتك ما كنتش اعرف انه حشيش. لقيت الراجل بيطلع حاجه من جيبه زي الشوكولاته. استغربت اكتر لما لقيت بيولع فيها بالولاعه بتاعته. وبعدين راح فاتح السيجاره وحاطط جواها الشوكولاته. تجايز باسم بيه بيحب يشرب سجاير بالشوكولاته. ابن ناس بقى. حاكم زمان كان في سجاير بالنعناع اسمها بورسعيد. شبهاش بقى، بتجيب معايا عريقه سيادتك. خلاص يا سيد كفايه. انا لازم احكي كل حاجه سيادتك، دي امانه. الراجل اللي لابس ده بقى لقيته بيدي سجاره لباسم بيه وبيقول له مساء الخير، رغم ان احنا كنا الصبح. كلام مش مسلم بعضه خالص. ولقيت باسم بيه خد نفس وراح مطلع دخان من صدره، انا شخصيا ما اعرفش جابه منين. دخت، سالت، عرفت انه حشيش يا فندم. خلاص يا سيد روح انت.
تحب تعرفي شربوا كام سيجارة بالظبط ولا؟ سيد خلاص. عن إذنك يا فندم. سيد لو كلمك أو شفته بلغني على طول. التاجر؟ باسم بيه. حاضر، عن إذنك يا فندم. رقم الباتيو مغلق او غير متاح. انت فين؟ مساء الخير. مساء النور. ماهر رضوان مباحث. خير؟ خير. حضرتك بسنت هانم صاحبة الفيلا؟ ايوه انا. كويس كويس. انا كنت هبعت اجيبك من شويه. تبعت تجيبني؟ اه عشان نفتش الفيلا. امر تفتيش الفيلا. اتفضلي. ايوه ممكن اعرف ليه؟ ممكن جدا. هنفتش بس وحل حضرتك كل حاجه. ايوه انا بسالك انتوا بتفتشوا الفيلا ليه؟ حضرتك مستعجله ليه؟ قلت لك هنفتش ونقول لحضرتك كل حاجه. ثواني. مفيش حاجه سعادتك. مفيش حاجه يا فندم. هو ايه اللي مفيش حاجه؟ هو سيادتك كنت متخيل هتلاقي ايه؟ هو انت كنت جايه تدوري على باسم بيه مش كده؟ ايوه. حضرتك عرفت منين؟ اصله عندنا في الاسم. مساء الخير. اكلت؟ انا شفت حد من ساعه ما دخلت المكان ده. معقوله ما حدش جاب لك اكل لحد دلوقتي؟ تشرب حاجه؟ انا عايز اعرف في ايه بالظبط. لا السؤال ده انت اللي تجاوب عنه بنفسك. عمتها هتعرف دلوقتي. إنه في يوم وفي ساعة وبسؤال المتهم باسم غانم الجرحي عن كيفية محاولة سفره وباسبور مزور. أجاب؟ أكيد أنا ما كنتش أعرف إن الباسبور ده مزور. لو أعرف إن هو مزور أكيد ما كنت سافرت بيه. كل الحكاية إن كان عندي شغل ضروري ولازم أسافر. وعن كيفية حصوله على الباسبور أجاب؟ أنا كان بقالي كتير ما نزلتش مصر فباسبوري كان انتهى. فكلمت عمي سالم إنه يعمل لي باسبور جديد. فبعت لي الباسبور ده. وبسؤالي هل تتهم سالم الجرحي بشكل مباشر في تزوير الباسبور الذي تم ضبطه معك بالمطار؟ أجاب ما عنديش إجابة عن السؤال دوت. ممكن تسأله. وبسؤالي ولماذا يلجأ سالم الجرحي في إحضار باسبور مزور بدلا من إحضار آخر سليم بعلاقاته ومكانته المتميزة في المجتمع؟ أجاب برضه هو ممكن يجاوب. وبالمرة سألوه كان ليه عايز يقتلني ولما فشل بعت لي باسبور المزور ده.